ليش لهنا عم تقول انه راح تموت؟ ما راح تموت. انا ما بدي اياها تموت. انت كمان راح تموتي؟ ما حدا راح يموت حبيبي. هاي الحرب راح تخلص وكلياتنا راح نرتاح. لازم نلتقي فيه ومرافقه بالجامعة. رح يأمننا تاكسي على بيروت. كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. هبي شو بيشتكي؟ ما تبالي مات، قتلوه هون بالقناع. ما فينا نعمل شي هلا، لازم نستنى لتعتم. حليمي ما رح تقدر تستنى. ما لازم تقولي لها شيء، مو لازم تحس بشيء، سمعاني؟ شو صاير برا اليوم يا بنتي؟ العالم اللي برا ما عاد يسوى فرنك. ماما! انتبه عنه يا رعليا! هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه، ما حدا، فهمتي؟ يلا روحوا. سرقوني. كلنا هوايه.